باشر التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. محاضرة الثانية في مادة الطب المسند للدليل بعنوان تصميم الدراسات البحثية. طبعاً إذا ندرس أنواع الدراسات البحثية عشان نتعرف عليها يعني بشكل عام، بالنسبة للدراسات اللي بنشوفها يعني وبنبحث عنها في الإنترنت هي 3 أنواع رئيسية. النوع الأول هو الدراسات الرقابية observational studies، النوع الثاني هو الدراسات التجريبية experimental studies، والنوع الثالث هو مراجعات الأدب الطبي literature reviews. المقصود بالدراسات الرقابية أي يعني الباحث يقوم بإجراء مراقبة لعناصر الجمهرة أو عناصر عينة الدراسة، بينما لا يقوم بأي إجراء أو تداخل يؤثر على نتائج الدراسة، يعني ما بيعطي المرضى دواء معين، ما بيجري عليهم أي تداخل مثلا قسطرة أو لقاح أبداً، إنما دورهم فقط دور رقابي أو دور المراقبة فقط، مراقبة الأعراض، مراقبة النتائج. ممكن يكون المريض تعرض لتداخل، تعرض لدواء معين، تعرض لعنصر مثلا خلينا نقول مثل التدخين مثلا، لكن الباحث نفسه ما أعطى أو ما أجرى هذا التداخل بنفسه، ممكن المريض عم يتعرض له من مكان ثاني. أما لما نقول دراسة تجريبية فالباحث ما بيكتفي بالمراقبة هون فقط، إنما يكتفي دوره أيضا بإجراء التداخل، يعني يعطي الدواء للمريض، يعطي اللقاح للمريض، وبالتالي بيأثر على نتيجة الدراسة مستقبلا. طبعا النوع الثالث من الدراسات هي مراجعات الأدب الطبي، واللي هي بنقوم في مراجعة دراسات سابقة، يعني هم فعليا ما بيقوم الباحث بدراسة بنفسه، إنما بيشوف إيش منشور على الإنترنت من دراسات، ويعني بيشوف ايش طلعت النتائج تبعيتها وممكن يستخلص منها نتيجة جديدة. نحكي شوي عن الدراسات الرقابية. كمان دراسات رقابية بتتصنف دراسات وصفية ودراسات تحليلية. الدراسات الوصفية هي دراسات ما فيها مجموعات مقارنة، وإنما بتوصف حالة واحدة أو حالتين أو حالات متعددة، ممكن نسميها دراسة تقرير حالة أو دراسة سلسلة حالات. أما الدراسات التحليلية فهي أنواع بيكون فيها مجموعات مقارنة. كلمة مجموعات مقارنة يعني في عنا نوعين من المجموعات المدروسة، عادة بيكون في نوع يعني مريض ونوع غير مريض، وتحليلية معناتها في تحليل، لا مو بس توصيف وإنما في تحليل البيانات. دراسة المقطعية المستعرضة، دراسة الحالة شاهد، والدراسة الحشدية. والآن راح نقوم بتفصيل هاي الدراسات اللي حكيناها بشكل مفصل. إذن لما نحكي عن أنواع الدراسات الطبية، الدراسات الرقابية والدراسات التجريبية والمراجعات الأدب الطبي. دراسات الرقابية نوعين، الوصفية والتحليلية. الوصفية دراسة تقرير حالة ودراسة سلسلة حالات. دراسات التحليلية هي مقطعية مستعرضة ودراسة حالة شاهد والدراسة الحشدية. التجريبية هي نوعين من الدراسات، تجريبية معشات، تجريبية غير معشات. رح نحكي موضوع كلمة معشات تفسيرا. والنوع الثالث من الدراسات الطبية واللي هي مراجعات الأدب الطبي، اللي تنقسم لنوعين، المراجعات المنهجية والتحليل. ننتقل الآن لدراسة كل واحدة من هدول الدراسات، ندرس ميزاتها، كيف بنعملها، ميزاتها ومساوئها، ورح ندرس بعض الأمثلة عن كل نوع من هاي الدراسات. هاي الدراسة الأولى، نوع الدراسة الأول هو دراسة تقرير الحالة، case report. طبعا هذا تقرير موضوعي مختصر عن حالة سريرية واحدة، حالة سريرية جديدة عدت عنا أول مرة من صادفنا، مشكلة جديدة ما في أي معلومات عنها،
مثل مثلا لاحظتوا مشكلة الكورونا من سنتين، ممكن كتبوا كيس ريبورت عن حالة قصور تنفسي جديد ومفاجئ. ممكن نكتب تقرير عن حالة سرية تأثير جانبي جديد لدواء يظهر لأول مرة، لقينا أنه في دواء ظهر عليه تأثير جديد جانبي. ممكن نكتب عن مشكلة قديمة لكن طرأ عليها تغيير جديد، مثلا تداخل مرض مع مرض آخر ما كانوا بيتداخلوا مع بعضهم أو بيحدثوا مع بعضهم، أو تغير أعراض لمرض قديم معروف هو المرض، مثلا مرض السكري، لكن هلا عم يجينا المريض السكري مثلا، يعني مثلا يعني انا بحكي مثلا مشان ما يكون مثال، اجانا باعراض جديد، مثلا صار يجي مرض السكري بحراره، وبالتالي تغير الاسلوب التشخيصي. ايضا ممكن نكتب عن مشكله لم تكن مستوطنه في المجتمع ثم استوطنته. ممكن نكتب عن حاله نادره كانت تحدث وموجوده ومسجل فيها، مثلا تحدث واحد من مليون فجأة يعني تحولت لوباء. إذن هون طريقة العمل في هي الدراسة هو عبارة عن نوصف الحالة مثل ما هي دون أن نجري أي تحليل إحصائي، دون أن نقارن مع مرضى آخرين، ودون أن نجري أي إجراء، فقط دراسة وصفية. طيب مزاياها، ممكن تكشف لنا عن أمراض جديدة، تظاهرات جديدة، مرض معروف أو نادر، أو تأثيرات جانبية لدواء جديد، سواء كان هذا التأثير الجانبي أحيانا ممكن يكون نافع وممكن يكون ضار، هو الأغلب بيكون ضار يعني. ومن مزاياها المهمة أنه ممكن تقترح لنا فرضيات للحالة ومواضيع لدراسات مستقبلية. مثلا مريض أو طبيب يعني لقى أنه في مرضين عم يحدثوا مع بعضهم، فدرس كيس ريبورت عن حالة لمرض عم يحدث مع مرض ثاني، فبيقترح بنهاية الدراسة بيقول أنه لإجراء دراسات أعمق عن تداخل هدول المرضين مع بعضهم، لكن مساوئة أنه هي حالة وحيدة فلا يمكن تعميمها، وغالبا ممكن تكون غير صحيحة، ممكن تكون بالصدفة. مثلا هي كيس ريبورت عن حدوث قصور كلوي حاد عن مريض سكري بعد تناول نيجيلا ساتيفا. مين بيعرف شو معناتها نيجيلا ساتيفا؟ نيجيلا ساتيفا اللي هو حبة السودا، معروفة حبة السودا عنا. أحدهم نصح، طبعا دراسة أجريت في تركيا، عفوا الحالة يعني في تركيا، بمريض نصح أحدهم إنه ياخذ حبة السودا ليضبط السكر عنده، فتطور عنده قصور كلوي حاد، طبعا أخذ بكميات كبيرة، فبحثوا على الإنترنت ما لقوا منشور أي حالة عن ترافق أو حدوث قصور كلوي حاد بسبب حبة السودا، فهنا نزلت هاي الحالة. ولا يمكن تعميم أنه حبة السودا بتسبب قصور كلوي حاد، لكن بنفس الوقت تطرح التساؤل هل حبة السودا تسبب قصور كلوي بكميات كبيرة مثلا، فممكن نعمل دراسات أكبر أو نعمل مثلا دراسات على فئران التجارب. إلى حالة نزف سنخي، كيس ريبورت نزف سنخي البيولار هيموريج افتر سكوبا دايفينج، يعني بعد الغوص. هذا حالة مريض أو شاب ما بيعاني من أي مرض، عمره 25 سنة، غاص يعني عم بيمارس هواية الغوص، فحدث عنده نزف سنخي، طلع صار عنده ضيق تنفس، فطلع التشخيص نزف سنخي، فبحثوا على الانترنت ايضا ما لقوا ولا حاله بتشير. نزف السنخي عاده بيكون مريض مثلا بياخذ مميعات او عنده مثل مثلا ذئبه حماميه او متلازمه اضداد الفوسفولبيد، امراض يعني جهازيه شديده بتكون عاده بتصيب الرئه والكليه، فهذا المريض ما عنده اي مرض، بشكل مفاجئ بعد الغوص صار عنده نزف سنخي، فتم تسجيل هاي الحاله. لا يمكن تعميمها كالعاده، لكن ممكن تطرح فكره جديدة أنه حالة أول مرة بتنطرح. أي حالة بتحدث واحد بالمليون فعلا، هي عبارة عن اللاكتيك أسيدوزس أو الحماض اللبني المحرض بالميتفورمين. طبعا كتبوها كيس ريبورت، هي حالة نادرة جدا، يكاد يعني أنا شفتها مرة واحدة بحياتي، ملايين مرضى السكر شفناهم بحياتنا، يعني المرة الوحيدة اللي شفتها لاكتيك أسيدوزس، فكتبوا فيها أيضاً كيس ريبورت.
حالة غريبة عن مرض فطري اسمه الأسبرجيلوزز أو داء الرشاشيات في القلب. عادة داء الرشاشيات يعني يغزو الرئتين، ما حدث قبل مرة أنه غزا القلب. هو مريض مصبط مناعة، يعني وجدوا عنده قصور قلب، يعني بالاستقصاءات وجد أنه عنده أسبرجيلوزز في القلب. الكيس ريبورت عن ترافق ثلاث أنواع من المتعضيات. كان المريض عنده سكر، مريضة سكر ونفس دموي عمره 50 سنة. فنتيجة الزراعات والفحص تبين أنه عنده فطر الأسبرجيلوزز، وعنده سل في الرئة، وعنده أيضا ذات رئة بالكليبسيلا. فكو انفكشن يعني انتانات مرافقة. فهذا الكيس ريبورت عن ترافق ثلاث انتانات مع بعضها. يعني بالعاده بيجينا مريض سل لحاله، بيجينا مريض ذات رئه لحاله، او ممكن اسبرجيلوز لحاله، بس انه يجي تراكم ثلاث مرضى، ثلاث متعضيات مع بعضهم، فطر ومتفطره السليه وجرثومه. فهذا الشيء كان غريب، يعني مريض يبدو مضعف مناعيا بشده. ننتقل للنوع الثاني من الدراسات، هو سلسله الحالات أو case series. طبعاً هناك وصفنا حالة واحدة، هون نوصف عدة حالات بيكون مرتبطة مع بعضها مجموعة من المرضى. طبعاً ممكن ترتبط ب، يعني ممكن نوصف مسائل سرية تقريباً، مثل نتائج مسح أحد الاختبارات، نتائج معالجة، تاريخ طبيعي لمرض معين مثلاً. طريقة العمل إنه نحدد مجموعة من المرضى عندهم تظاهرات سريرية موضوع الدراسة، نجمع البيانات، ممكن يعني سلسلة الحالات نجمعها بشكل مستقبلي، يعني كل يوم نجمع، ممكن ندرسها مثلا نرجع للسجلات. لكن المهم إنه ما في عنا تعرض، ما في عنا حالة شاهد، إنما ندرس بس سلسلة الحالات اللي عندنا، ما في مجموعات مقارنة. طبعا منوصف بس، منشوف نسبة حدوث تظاهرات أو الأحداث موضوع الدراسة. وهنا الاستنتاجات بتكون محدودة لأنه ما في عنا مجموعات مقارنة سريعة وغير مكلفة. ممكن مثلا واحد يرجع سجلات المرضى بالمشفى ياخذ نتيجة، لكن مساوئة أنه نتائج كمان نادرا ما تعمم، أنه غالباً تكون عينة المرضى المدروسين غير ممثلة للمجتمع، ومن مساوئ أيضاً عدم وجود مجموعات مقارنة. هيدا كيس سيريز ل 18 مريض عندهم كورونا، انتشرت يعني ب 2019، وكان عندهم ST elevation MI، وعندهم احتشاء عضلة قلبية وارتفاع قطعة ST. فجابوا هاي العينة اللي هن 18 مريض ودرسوهم، شافوا يعني شو مواصفاتهم هدول المرضى الكورونا اللي عندهم ST elevation MI. فهل في شيء معين يعني بدأوا للتساؤل انه ترافق هال ST elevation MI مع الكورونا؟ فعلا يعني صار في بعدين بعد فتره حديث انه يعني طرحت لنا هي الكيس سيريز روم انه نتائج لا يمكن تعميمها، لكن طرحت لنا فكره للمستقبل انه ممكن ندرس موضوع زياده الخساره عن مرضى الكورونا. ايضا هاي دراسه يعني عن 12 مريض معهم داء بهجت ومشخصين بسرطان ثدي. هلا ما في ربط، يعني ما في ربط بين داء بهجت وسرطان الثدي، لكن هاي الدراسه بس لتحدد انه هل في مثلا مظاهر معينه بهال 12 حاله ادت لترافق داء بهجت مع سرطان الثدي، مثلا زادت مثلا الخطر الى اخره. طبعا هذا يعني تم برجوع للسجلات، يعني تقريبا 5000 مريض عندهم داء بهجت، وشفنا مين في عنده داء بهجت وسرطان ثدي ودرسناهم، وصفنا حالتهم بشكل اوبزرفر بدون ما يعني مراقبي، بدون ما ندخل، بدون ما نعطيه الدواء، بدون ما نعمل اي اجراء. ايضا هاي دراسه منشوره يعني بجامعه تشرين عن كيس سيريز لمرضى سي او بي دي، 99 مريض سي او بي دي اللي هو داء رئوي انسدادي مزمن، وعم نشوف شو في امراض معهم. طبعا عباره عن توصيف للمرضى السي او بي دي وانتشار الامراض عنده.
ننتقل لدراسة جديدة، دراسة المقطعية المستعرضة اللي هي دراسة الانتشار، تقليديا تسمى دراسة الانتشار، هي أهم دراسة لنقول إنه بدنا دراسة الانتشار، انتشار ظاهرة معينة، توزع مرض معين في مجتمع أو حتى عدة مجتمعات، لكن المهم هون إنه في نقطة زمنية محددة، يعني ما بنشوف انتشاره مع الزمن للأمام أو للخلف، للمستقبل أو للماضي. إذا مثلنا الزمن على خط وتم تقسيمه للماضي والحاضر والمستقبل، تكون الدراسة مقطعية مستعرضة في الزمن الحاضر. إذا ندرس التعرض لعامل الخطر والنتيجة بنفس اللحظة الزمنية. طبعا هون بنحدد حجم العينة، ويعني عادة يجب أن نتوقع حجم العينة اللي ندرسها تبع نسبة انتشار هي الظاهرة أو المرض. فكل ما كانت نسبة الانتشار المرض كبيرة، ما في داعي معناتها نأخذ عينة كبيرة، عينة قليلة. أما إذا كانت نسبة انتشار المرض قليلة، فمحتاج نأخذ عينة كبيرة جدا من المرضى حتى ندرس انتشار المرضى بالمجتمع. طبعا بعد ما نحدد المجتمع اللي بدنا ندرسه، يعني عدد حجم العينة الكلي، فنقوم بدراسة قياس الظواهر والحوادث المرضية وتسجيلها وحساب معدل شيوعها. طبعا يعني بشكل بسيط جدا راح أشبه لكم إياه بمثال. الآن في معنا بالشات 50 واحد، إذا قلت لكم مين أخذ بالمادة، مادة مثلا التشريح، مين أخذ فوق 70، فهذا دراسة انتشار الطلاب اللي أخذوا فوق 70 بنفس اللحظة الزمنية. يعني ما قلت أنا سنة الجاي مين بياخذ 70، ولا قلت مين اللي أخذ 70 بالسنوات الماضية، بدي الآن الكل يقول لي شد مين عدد الناس، عدد الشباب أو الطلاب اللي أخذوا فوق 70. يعني بنفس اللحظة درسنا انتشار ظاهرة أو معدل شيوع ظاهرة معينة. طبعا إذا هي التصميم الأفضل للتشخيص، سريعة غير مكلفة، ما بتكلفنا كثير لأنه ما عم نروح مع الزمن نحن. من مساوئة أنه إذا حادثة نادرة ترى ما بتفيدنا، غير مناسبة دراسة الحوادث النادرة، وتهمل العلاقة مع الزمن، لذلك ما بتصلح بدراسة السببية. ليش؟ لأنه نحن ما عم نروح للمستقبل ولا عم نرجع للماضي. دراسة انتشرت بجامعة دمشق، ظاهرة التدخين وسلوك الطلاب الجامعيين في الأزمة السورية، طبعاً هم مسمينها الأزمة السورية، وطلعت نسبة انتشار التدخين بين طلاب جامعات 24.7% من الطلاب. إذا بنفس اللحظة رحنا سألنا الطلاب عن انتشار التدخين عندهم بنفس اللحظة. هي كمان دراسة كروس سيكشنال عن انتشار الاكتئاب عند المرضى السكري النمط الثاني اللي عندهم قدم سكرية أو ما عندهم، تمام؟ فوجدوا أنه فعلا الاكتئاب يعني انتشاره أشيع عن مرضى اللي عندهم قدم سكرية من اللي الناس اللي ما عندهم. إذا بنفس اللحظة سألناهم السؤال. ننتقل الآن لدراسة جديدة اللي هي دراسة حالة شاهد، الكيس كنترول ستدي. إذن هون الكيس يعني مرض، والكنترول يعني شاهد. إذن في عندنا مجموعتين من المرضى، بلشنا ندرس دراسات فيها مجموعات مقارنة. طبعا في هاي الدراسة النتيجة تكون بالحاضر والتعرض كان في الماضي، لذلك هون في عندنا حدثين، حدث هو التعرض، حدث هو النتيجة. مثلا أنا تعرضت للتدخين 20 سنة، نتيجة صار معي سرطان رئة بالحاضر أو بعد فترة، تمام؟ إذا في عنا تعرض وفي عنا نتيجة. إحنا الآن أولاد اليوم نعمل دراسة، تمام؟ عند ناس حدثت عندهم النتيجة اللي حدث عندهم سرطان الرئة، تمام؟ بنفس الوقت شفنا ناس ما صار عندهم سرطان رئة، وشفنا بالماضي مين منهم تعرض لعامل الخطر. ممكن نسأل المريض وممكن نرجع لسجلاته إذا كان في عنا سجلات مرضى.
فبدنا نشوف بالنهاية اللي تعرض للتدخين وصار عنده سرطان الرئة، جوز ناس تعرضوا للتدخين وما صار عندهم سرطان الرئة، وبنفس الوقت في ناس من مدخنين وصار عندهم سرطان الرئة. إذا نحن بكل حالة مرضية مثلا سرطان الرئة نشوف في الماضي هل تعرضت لعامل خطر أم لم تتعرض، أو نشوف الحالة الكنترول الغير مصاب بالمرض نشوف بالماضي هل تعرضوا للتدخين مثلا لعامل خطر أو لم يتعرض. إذن مزاياها مناسبة جدا لدراسة مرض نادر، إذن لقينا بالدراسة قبل لا ما هي مناسبة لدراسة مرض نادر، أما بالكيس كنترول فهي مناسبة لدراسة مرض نادر، مناسبة للأمراض اللي تحتاج مدة من الزمن طويلة للظهور بعد التعرض. يعني ممكن نحكي عن مثلا سرطان الرئة تقريبا 30 سنة إذا واحد دخن باكيت واحد في اليوم، ف 30 سنة بده، فكتير يعني صعب إنك تتابع مريض ل 30 سنة. لا أنا شوف المرضى اللي هلا صار معه سرطان الرئة ونشوف من 30 سنة مين منهم دخن، إذا برجع لورا بسأل المريض أو برجع للسجلات، فهي مناسبة للأمراض اللي بتحتاج فترة طويلة من الزمن للحدوث بعد التعرض. وممكن حتى ندرس فيها أكثر من عامل الخطر، نشوف هذا مريض سرطان الرئة بس التدخين، نشوف عوامل الخطر الثانية العجب مثلا هو كان بزغره مثلا يشتغل بحراقة مثلا، ممكن نسأل مثلا أسئلة مثل تعرض للطعام مثلا كان يأكله مثلا خلينا نقول معلبات أكثر من غيرهم إلى آخره. إذا بنحسن ندرس أكثر من عامل الخطر طبعا أقل استهلاكا للجهد والوقت والمال، لأنه ليش أنت هون ما بتبذل مصاري بس ترجع للسجلات. لكن فيها مساوئ، وأهم مساوئ هو التحيز. التحيز لاحظوا أنه المرضى اللي مصابين في المرض بيميلوا بيتذكروا أنه تعرضوا مثلا للتعرض معين أكثر من الأشخاص الأسوياء. يعني نجي بنسأل واحد ما معه مرض نقول له أنت بزماناته إيش تعرضت في يعني في صغرك، جوز ما يتذكر، بس لما تسأله لو واحد عنده سرطان رئة بيقول لك إيه والله أنا كنت أشتغل والله بمعمل حجر والله، وأنا اشتغلت بزماناته بمحل بيع مثلا المأكولات مثلا البحرية إلى آخره. يعني يعني إذا الحالة بتميل للتذكر فهذا بسموه انحياز التذكر. لذلك أحيانا جوز نشوف اختلاف كبير بين الحالة والشاهد، وهذا الاختلاف بيكون غير حقيقي بسبب هذا الانحياز. أحيانا كثير صعب نلاقي الحالة الشاهد اللي ما فيها مرض، اللي ما فيها ما هي مصابة بمرض، خاصة لما يكون عم نقوم بإجراء باضع مثل الخزعة. طبعا هاي الدراسة موثوقيتها قليلة، فوجود أي علاقة إحصائية ما بتعني بالضرورة من علاقة فعلية بين تعرض والنتيجة، وما بنستطيع حساب معدل الوقوع فيها ومقارنته بين مجموعات الدراسة نحدد الخطر النسبي. المهم جدا يعني في دراسة الحالة شاهد أنه نعمل مطابقة بين الكيس والكنترول، بين الحالة والشاهد، لأنه يعني إذا صار في اختلاف بين العينتين ممكن أحيانا يصير نتائج مختلفة ويصير في عنا انحياز. فنأخذ مثال من المعروف أنه يعني أهم عاملين خطر بأثروا على الأحشاء العضلية القلبية هن العمر والجنس، ويعني ممكن يكونوا هدول إذا كان بين يعني الحالة والشاهد اختلاف بالعمر والجنس فممكن يأثروا ويصير في انحياز بالدراسة. لذلك لازم نعمل شيء اسمه ماتشينج، يعني يكونوا مجموعة الحالة ومجموعة الشاهد متطابقين في بعض العوامل مثل مثلا العمر والجنس. فمعروف أنه احتشاء العضلة القلبية بصيب الذكور بنسبة أكبر من الإناث. في حال صدف مثلا صدفة وكانت حالات الدراسة ذكور والشواهد إناث، فحكما يعني نتيجة الدراسة راح تكون غير دقيقة، لأنه عامل خطر الإناث هو أقل يعني من الذكور كعامل خطر للقلبية. فلازم مثلا أنا إذا بدي أعمل دراسة عن يعني الاحتشاء العضلي القلبية لازم يكون الحالات عدد الذكور فيها نفس عدد الذكور بالشواهد، عدد الإناث في الحالات نفس عدد الإناث في الشواهد، حتى نقدر نقول إنه الدراسة دقيقة
بمطابقة مثلا معظم العوامل بين النوعين من الدراسة أو نوعين من مجموعتين الدراسة، مثلا العمر والجنس في هون الدراسة أو المثال اللي حكينا. بالنسبة للمثال، مثال هذا كان من أوائل الأمثلة اللي صدرت عن موضوع علاقة التدخين مع سرطان الرئة. فجابوا كيس كنترول ستدي، ناس معهم سرطان رئة وناس شاهد ما معهم سرطان رئة، ورجعوا لسجلاتهم ورجعوا لتذكرهم انه مين بيدخن، مين كان بيدخن ومين كان ما بيدخن، واللي طلعت العلاقة النهائية اللي هي يعني ممكن تكون غير دقيقة، تحتاج دراسات أكبر ناخذها، لكن العلاقة النهائية قالوا انه اللي بيدخنوا، اللي كانوا بيدخنوا بيزداد خطر عندهم حدوث السرطان الرئة بنسبة 3 مرات مقارنة باللي ما بيدخنوا مرة ونص. فإذا التدخين كانت يعني علامة خطر مهمة لحدوث سرطان الرئة. أيضا هون يعني علاقة السكر والضغط ونقص الحركة مع خطر حدوث سرطان الرحم. فيعني عملوا كمان دراسة لمرضى عندهم سرطان رحم ومرضى شاهد ما عندهم سرطان رحم، طبعا بعد الماتشينج يعني تأكدوا انه كلياتهم بنفس الاعمار، يعني متوسط الاعمار بالحالة الشاهد مثل متوسط الاعمار بالمرضى سرطان الرحم، وشافوا انه هن يعني عندهم سكر ولا عندهم بدانه ولا عندهم نقص بالسكونيه. فهذا كانت كمان كيس كنترول ستدي. هيدي كمان يعني دراسه كيس كنترول ستدي عن 600 مريض معهم 300 مريض معهم سكر و300 مريض ما معهم سكر، وشافوا الممرسات تبعيتهم منشان يعني يعرفوا انه هل المورس في بعض الممرسات عم تترافق مع مرض السكر بشكل اكبر. فهذا النتيجه طلعت فعلا في بعض الممرسات عند مرضى السكر النمط الثاني بتظهر اكثر من الناس الطبيعيين، هذا يدل على الاهبه الوراثيه لمرض السكر. طبعا هي دراسه منشوره في الاردن. ننتقل للنوع الثاني من الدراسات، الدراسه الحشديه، اللي هي تبدأ دراسة حشدية بالتعرض هنا ليس بالنتيجة، ومن ثم تأتي النتيجة في المستقبل. طبعا هاي بسموها الدراسة الحشدية المستقبلية prospective cohort study، يكون التعرض الآن بدأ بالوقت الحالي وتم متابعته للمريض بشكل مستقبلي نحو الأمام لنشوف هل حدث معه المرض أو لا. طبعا في طريقة ثانية اللي هي بسموها الدراسة الحشدية الراجعة، يكون هنا التعرض تم بشكل مسبق وحصلت النتيجة، فقط نعود للخلف لنعرف من المجموعات اللي تعرضت أو ما تعرضت ومتابع البيانات لمعرفة النتيجة اللي حصلت تبعا للتعرض. طبعا هون ما عم نقوم بأي إجراء، لحد هلا ما قمنا بأي إجراء، لذلك هي دراسات تسموها رقابية، هنا نوع دراسة تحليلية أو حشدية. طبعا الجمهرة ممكن تكون مقسمة لمجموعتين، مجموعة تعرضت لعامل الخطر ومجموعة لم تتعرض لعامل الخطر، ونقوم بمتابعتها لفترة زمنية معينة ونراقب حدوث النتيجة أو الظاهرة المرضية لدى المجموعتين اللي تعرضت واللي ما تعرضت. لذلك هون نستطيع حساب حدوث الوقوع، إذن هاي من أفضل الدراسات لحساب الوقوع، مثلاً معدل وقوع النتيجة عند الناس المعرضة أو معدل وقوع النتيجة عند الناس غير المعرضة، لذلك نحسب هون risk ratio والrisk difference. طبعاً هو عبارة عن يعني معدل زيادة حدوث المرض عند الناس المعرضين مقارنة بالناس غير المعرضين. إذن باختصار هاي الجمهور صنفناه لمجموعتين، مجموعة تعرضت لعامل خطر ومجموعة لم تتعرض، وتابعناهم بالمستقبل تمام هل أصيبوا بالمرض أو لم يصابوا بمجموعة الخطر،
ومجموعة اللي ما تعرضت للخطر أيضا هل أصيب المرض أو لم يصاب. إذا الدراسة المستقبلية الحشدية اللي هي واحد تعرض لعامل خطر والباحث عم يراقبه لحدوث النتيجة مع الزمن. طب الدراسة الحشدية الراجعة هون نحن التعرض صار في الماضي والنتيجة حصلت في الحاضر، عشان ما نتعذب ونراقب المريض لفترات طويلة من الزمن ممكن نبحث بطريقة راجعة عن التعرض وحدوث النتيجة. من مزاياها التسلسل الزمني كثير مهم، لذلك بنحدد سببية المرض، مثلا سببية سرطان الرئة هو التدخين، فهي أفضل دراسة لها تحديد السببية. طبعا خيار الأمثل للإنذار، الإنذار يعني شلون إنذاره المريض، يعني شلون نتيجته النهائية المرض. بتساعدنا بدراسة وقياس معدل الوقوع مثل ما حكينا، ومفيدة لمتابعة حشود مجموعة أشخاص عندهم صفات مشتركة، وهي الدراسة ممكن تستمر لفترات طويلة. لكن مساوئة أنه بتحتاج كتير وقت، بتحتاج موارد مالية، لأنه يجب علينا أنه نتابع عدد كبير من الناس ولمدة زمنية طويلة. طبعاً غير مناسبة للأمراض النادرة، احنا قلنا أنه الأمراض النادرة بناسبة مثلاً دراسة الكيس كنترول، لكن هون هي الدراسة الحشدية غير مناسبة للأمراض النادرة. بنفقد في مشكلة فيها أنه نحن مع الزمن كثير أحياناً في ناس ما بنحسن نتابعهم مع الزمن، بتضيع علينا كثير معلومات، لذلك هذا الشيء بيأثر على النتائج، خاصة إذا كان اللي خسرناهم خلال المتابعة عندهم وقوع عالي للمرض. مثلاً عم نتابع مرضى مدخنين ونشوف صار سرطان رئة عنده بعد فترة وماتوا يعني أثناء المتابعة، تمام، ماتوا بسبب آخر مثلاً ما راجعونا لسبب معين، فبتطلع النتائج عكسية، وأحياناً بسبب يعني هاي المدة الطويلة أحياناً بتسبب لنا فقدان في المرضى. أيضاً إذا درسنا بدراسة راجعة لورا كمان البيانات المسجلة يمكن ما تكون دقيقة، فهي مشكلة. هذه الدراسة المشهورة جداً اللي حددت أنه تأثير التدخين، أنا سرطان الرئة هو سبب الرئيسي التدخين، عبارة عن كوهورت ستادي انتشرت في كوريا على الرجال المدخنين، وتم متابعتهم تقريبا لحوالي 10 سنوات، وبعد 10 سنوات شافوا مين الناس اللي صار سرطان رئة ومين الناس اللي ما صار معهم سرطان رئة، فطلعوا بنتيجة انه التدخين هو عامل خطر رئيسي يزيد خطر سرطان رئة بحوالي 4 ل 18 ضعف. أيضاً هاي دراسة تانية كمان كوهورت ستدي، دراسة مستقبلية مدتها تقريباً 6 سنوات أو أكثر قليلاً تقريباً ذكرنا، تمام. هن يعني مرضى أعمارهم عندهم الضغط 6 سنوات، تمام، أو 5 سنوات، متابعين الضغط لمدة 4 أو 5 سنوات وعمرهم فوق ال 18 سنة، ونشوف مين هن الناس اللي صار عندهم ضغط شرياني، وطبعا عرفوا الضغط انه هو فوق ال 14 على 9. فالمتابعة لفترة طويلة من الزمن نشوف مين الناس اللي صار معهم ضغط، وندرس ايش هو عوامل الخطورة، مثلا هو مدخن، هو ذكر، هو أنثى إلى آخره. فوجدوا أن البدانة يعني بشكل رئيسي هي العامل الأهم لحدوث ارتفاع الضغط، تقريبا عم تعمل ضعفين الحالة الطبيعية. هي كمان دراسة إنذارية لمرضى ستروك عمرهم فوق 80 سنة، درسنا حدوث الوفيات خلال الأسبوع الأول بعد يعني بعد حدوث الستروك. يعني هاي الدراسة فأتها يعني تقدير معدل الوفيات الإنذار خلال 7 أيام بعد ستروك عند مرضى أعمارهم فوق 80 سنة.
هاي الدراسة كثير مهمة، أول ما نزلت تقريبا عام 2020 منتصف 2020 عن دواء كان يستخدم لعلاج مرض فيروس طبعا فيروس هو منتشر بجنوب أفريقيا، دواء اسمه ريمديسيفير. فهذا الدواء يعني بلشوا يعطوه بالكورونا، فهن كانوا عم يعملوا يعني تجربه انه هذا الدواء. اجى واحد عمل دراسه رقابيه. ايش معناتها الدراسه الرقابيه؟ يعني ما هو يجرب الدواء، ناس مثلا مرضى يعطيهم الدواء وناس ما يعطيهم، لكن فقط رقابي انه انا براقب هذول المرضى اللي اخذوا دواء ريمديسيفير، براقب شدة الحالة عندهم لفترة مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع أو حتى مثلا شهر، عشان نشوف هل عم تحدث معهم وفيات، هل عم يحتاجوا منفسة إلى آخره. فهون الباحث ما جرب في إيده، إنما إيش؟ إنما راقب الحالة. فإذا ما زال الباحث ما جرب هو الدواء فتسمى دراسة حشدية. إذا باختصار الدراسات التحليلية الثلاثة اللي حكيناهم، الكروس سكشنال التعرض والنتيجة أو المرض بنفس الوقت نفس الزمن، الكيس كنترول بدنا نرجع لورا عشان نشوف التعرض، الكوهورت بيبدأ التعرض الآن وبينتهي في المستقبل، النتيجة أو المرض تأتي مع المستقبل. ننتقل لنوع جديد من الدراسات اللي هي الدراسات التجريبية العشوائية، randomized control studies. طبعا هي بتشبه الدراسات الحشدية، يعني نحن نبدأ الآن بالتعرض بالحاضر وتنتهي بالمستقبل. طيب لكن إيش الفرق بيناتهم؟ الفرق هون إنه الباحث هو عم يعني هو اللي عم يقوم بافتعال التعرض. إيش معنى افتعال التعرض؟ يعني هو عم يخلي مثلا المريض يدخن؟ لا، مو هيك. المريض عم يدخن معناتها هذا عم يدخن من تلقاء نفسه، لا، هون عم نجرب عليه دواء، عم نجرب عليه تداخل، بيقوم الباحث باجراء التداخل. طبعا اذا الاستخدام الرئيسي له ما يكون سؤالنا هو عن ايجاد حل لعلاج مشكله، مثلا لم يكن لها علاج سابقا، نحدد مجموعه عينه الدراسه طبعا مع مراعاة انه تكون ممثلة الجمهور، انه هون بنقوم بتعميم النتائج من العينة الى الجمهرة. يعني العينة اللي بنحدد عليها نعطيها الدواء بنسموها مجموعة التدخل، بنقوم باجراء التدخل عليها، اي بنعطيها مثلا الدواء لعلاج لقاح الى اخره. المجموعة الثانية بنعطيها بنسموها مجموعة الكنترول او مجموعة الشواهد، نعطيها دواء وهمي بلاسيبو. كلمة دواء وهمي يعني دواء ما بيحوي المادة الفعالة، الدواء اللي أنا بعطيه. طبعا هذا الدواء إنه نقارن، معناتها الهدف من هاي الدراسة إنه نقارن بين تأثير دوائين مختلفين على مرض واحد. ممكن يكون مجموعة التدخل هو الدواء اللي نحن عم ندرسه، مجموعة الشاهد ممكن يكون دواء وهمي، وأحيانا بيكون دواء ثاني فعلا، مثلا دواء قديم، مثلا أنا بجرب دواء جديد للسكر بقارنه مع دواء قديم، أو أحياناً بقارن الدواء الجديد مع دواء وهمي. وبالنهاية بدنا نتابع المريض لفترة معينة لنشوف هل حصلنا على النتيجة. ممكن مثلاً النتيجة هي تكون علاج المرض أو الوقاية من المرض أو الشفاء من المرض أو تحسين الأعراض. أحياناً المرضى السكر ما بنقول الشفاء من السكر، بنقول ضبط السكر عند هدول المرضى. إذن الدراسة التجريبية العشوائية منقسم الجمهرة وعينة الدراسة لمجموعتين، مجموعة اللي بنحدث عليها التداخل، مجموعة بنحدث عليها دواء وهمي أو دواء ثاني، وبنتابعهم هدول المرضى لنشوف إنذارهم، نشوف شفائهم، إصابوا بمرض، تحسنوا ما تحسنوا إلى آخره مع الزمن. هناك 4 شروط للدراسات التجريبية العشوائية. الشرط الأول هو إخفاء التخصيص، الشرط الثاني هو التعشية، الشرط الثالث هو التعمية، والشرط الرابع الاعتبارات الأخلاقية.
نبدأ مع الشرط الأول من دراسات التجربة العشوائية اللي هو إخفاء التخصيص Allocation Concealment اللي هي بتعني أنه لجميع المرضى الداخلين في الدراسة لازم يكون لهم فرصة متساوية للدخول في الدراسة. ماذا يعني ذلك؟ ما بصير يخصص الباحث أو الباحثين يخصصوا مثلا هذا الدواء لازم نعطيه هذا المريض لازم نعطيه الدواء أو هذا المريض لازم ما نعطيه الدواء. ما بصير نقول إنه والله مجموعة هدول المرضى الموجودين بمشفى إكس لازم نعطيهم الدواء، لا ما لازم التخصيص، بس خصصنا ممكن يكون في شيء معين وراء هذا التخصيص بيأثر على نتيجة الدراسة. الشرط الثاني هو التعشية أو العشوائية randomization. طبعا التعشية هي من أهم ميزات الدراسة السرية المعشات، وهي تعني أنه نقسم العينة مجموعتين بطريقة عشوائية. التعشية يعني عشوائية طبعا بشكل يضمن أنه مجموعتين متشابهتين، باستثناء الاستثناء الوحيد هو مجموعة بتأخذ الدواء ومجموعة ما بتأخذ الدواء أو بتأخذ الدواء الوهمي. طبعا إيش معناتها كلمة العشوائية؟ ما بنقول والله هذا المريض لأنه ذكر أنا لازم أعطيه الدواء، ما بنقول لأنه هذا المريض كبير بالعمر لازم ما أعطيه هذا الدواء خاف يصير له شيء. فهون التعشية لازم تكون طريقة عشوائية توزيع بين المجموعتين. مهما كانت حالة المريض ما بصير أتدخل أنا في أعطائه الدواء. وفي حال عدم وجود عشوائية ما ممكن اعتبار هذه الدراسة randomized control trials، لكن ما بالضروري تكون رقابية، بنسميها غير عشوائية لكن بتكون أقل دقة. التعمية وهي الأهم صراحة، التعمية هدفها أنه نبتعد عن الانحياز. مثلا في حال ما عرفت الشخص الخاضع للدراسة أنه هو في مجموعة اللي عم بياخد دواء، ممكن يجي شعور بالتحسن حتى لو لم يكن فعليا مثلا الدواء هو الدواء الفعلي. فهذا بيؤدي إلى نتائج غير دقيقة وبالتالي بصير في عندنا انحياز. فإلى أنواع التعمية، التعمية الأحادية البلايندينج معناتها بس الشخص الخاضع للدراسة ما بيعرف هو إذا عم بياخد دواء أو ما عم بياخده، وبالتالي ما بيأثر عليه على التحيز. التعمية الثنائية اللي هي الأشياء صراحة اللي هي لا الشخص الخاضع للدراسة ولا الباحث اللي بيقوم بإجراء التداخل بيعلم بأي مجموعة يوجد الشخص، وبالتالي هذا يعني ما بيحدث عندنا تحيز لما بيقيم المريض. التعمية الثلاثية لسه أدق وأدق أدق لأنه بتشمل التعمية الشخص الخاضع للدراسة المريض يعني والباحث وأيضا اللي عم بيقوم بإدخال البيانات. التعمية الرباعية هون بتشمل كل أنواع التعميات، الشخص الخاضع للدراسة والباحث واللي عم بيدخل البيانات وحتى اللي عم بيحلل البيانات. يعني آخر شيء بيحلل البيانات بيعطيك والله الدواء A هيك نتائجه والدواء B هيك نتائجه، بيجي بقى الشخص الأخير بيقول مين هو A و B وبيطالعوا النتيجة عشان ما حدا يتأثر. طبعا هي صعبة كتير. الأشياء هو التعمية الثنائية الباحث والخاضع للدراسة. آخر شرط من شروط الدراسات التجريبية العشوائية هو الاعتبارات الأخلاقية اللي هي لازم نتأكد أنه الأشخاص المشاركين في الدراسة حيتجرب عليهم دواء جديد وممكن يكون له تأثيرات جانبية غير معروفة. لازم نخبره أنه ممكن يكونوا في مجموعة الشاهد وما بيتم إعطائهم يعني الدواء، لأنه ممكن واحد يجيك والله يقول لك أنا بدي أخذ هذا الدواء، لا بتقول له لا ممكن ما تأخذ الدواء، بس لازم يعرفوا هذا الشيء. ولا بيحق لهم هذول المرضى الانسحاب متى ما أرادوا من الدراسة، ويجب أن يكتبوا موافقة خطية على الدخول بالدراسة لأنه ممكن تصير تطلع عنا تأثيرات جانبية مستقبلا غير معروفة ويوقعوا على ذلك. مزايا الدراسات التجريبية العشوائية، قدرتها على إثبات العلاقة السببية كتير كبيرة، سهل التحديد العينة بدقة. عن طريق هاي التعشية نستطيع التغلب على العشوائية، يعني نستطيع التغلب على الفروقات بين المجموعات، نتغلب على التحيز، وبيتم تحليل النتائج بطرق إحصائية قوية جدا ونتائجنا بتكون قوية ودقيقة. مساوئ طبعا هاي بدها دراسة خبرة كتير كبيرة،
المسائل الأخلاقية كثير مهمة فيها، تستهلك وقت وجهد ومال، مال لأنه أنت عم تجرب أدوية، جهد ووقت لأنه فيها متابعة. في عنا تعرض على تحيز المتطوعين، المتطوعين غالبا بيكونوا يعني ما بيمثلوا عامة الناس، ممكن نفقد مرضى من الدراسة خلال المتابعة. لو كان المرضى المفقودين في مجموعة العلاج التجريبي أكبر من المجموعة الأخرى، هذا بيؤدي لتحيز خطير. هذه دراسة قديمة كتير عن فائدة العلاج بالستربتوكينيز للشرايين الإكليلية. طبعاً عبيقارنوا هون دوائين، الدواء الأول هو الستربتوكيناز والدواء الثاني هو حالات الخسرة الأخرى، وعبيتابعوا نسبة الوفيات خلال 30 يوم ويعني المقارنة بين الدوائين. طبعاً قسموا المرضى يعني دراسة كبيرة كتير على 41 ألف مريض، قسمون لمجموعتين، مجموعة بتاخد ستربتوكينيز اللي هو حال خسرة أن مرضى احتشاء عضلي قلبية طبعاً، ومجموعة ما بتاخد عفواً حال خسرة الآخر، وتابعوها لمدة 30 يوم يشوفوا معدل الوفيات، وأيضاً تم المتابعة لسنة أيضاً مشان يشوفوا إذا صار في عنا مشاكل. وطبعاً عينتين دراسة كانوا متطابقتين بشكل جيد، وكانت مستوى التعمية هون أحادية. طبعاً دراسة تانية عن فعالية دوائين خافضين للضغط مختلفين في معالجة ارتفاع الضغط الشديد. طبعاً قسموا المرضى لقسمين، المجموعة الأولى عطوهم دوائين من الأملودبين مع البالزرتان، والمجموعة الثانية عطوهم دوائين البالزرتان مع هيدروكلورثيازيد، وتابعوهم لمدة 4 أسابيع مشان يشوفوا ضبط الضغط، فوجدوا أنه ما في فرق بين الدوائين، فالنتيجة كانت أنه الدوائين مثل بعضهم بعلاج أو علاج ارتفاع الضغط يعني الشديد. هي كمان دراسة من على مرضى الربو، على 2866 مريض عمرهم فوق 16 سنة عندهم الربو، عم يجربوا عليهم دوائين، الدواء الأول هو بوتوزونايد مع فورمترول، والدواء الثاني هو سالمترول مع فلوتيكازون. طبعا دوائين جيدات، لكن وجدوا أنه الدواء الفورمترول مع البودوزونايد أفضل بحالات الهجمات الشديدة بالإضافة إلى العلاج الوقائي، فكان الفرق بيناتهم هو بالإنقاص الهجمات وإنقاص خطر الدخول للمشفى والإسعاف. فهذا يعني دراسة عن دوائين لمرضى الربو. هاي كمان دراسة عن مرضى السكر، علاج مرضى السكر بدوائين مختلفات من السكر، وهن مرضى السكر عندهم قصور كلوي، فقسموا المرضى لمجموعتين، المجموعة الأولى 300 مريض تقريبا 307 مريض أخذوا سيتاغليبتين اللي هو الدواء الأول، المجموعة الثانية أيضا 306 مريض أخذوا دابيغلوزين، ويعني تابعوهم لفترة من الزمن عشان يشوفوا ضبط السكر عندهم، والنتيجة النهائية طلعت أنه السيتاغليبتين أفضل ضبطاً للسكر وأكثر تحملاً مقارنة بالدابيغلوبلوزين. ننتقل لنوع جديد من مراجعات الأدب من الدراسات، هي مراجعات الأدب الطبي Literature Review، هي عبارة عن دراسة ما بيقوم فيها الكاتب أو الباحث بأي إجراء للمرضى، ولا بيقوم بالدراسة على المرضى، إنما بيقوم بمراجعة المقالات الطبية المنشورة بموضوع معين من البحث، ودوره يوضح فهم الموضوع بشكل جيد وتلخيص وإعادة الصياغة للمقالات الطبية المتعلقة بهذا الموضوع. الغرض منا هاي المراجعات الأدب الطبي، في مراجعات تقليدية وفي عنا
المراجعات المنهجية. المراجعات التقليدية هي لما أنا بكتب أي دراسة أنا بحط فيها مقدمة، نحدد إيش في معروف عن هذا البحث، تلخيص، نحدد الفجوات في الموضوع اللي أحياناً نحتاجها إنه نعمل بحث جديد عليها، ونعمل تفسيرات جديدة لنتائج الأبحاث القديمة، ونوضح فيه أهمية بحثنا ودورنا في فهم الموضوع اللي بتناول هو بحثنا. فهذا المراجعات التقليدية في بداية كل بحث. المراجعة المنهجية هي عبارة عن المراجعات المنهجية والتحليل التلوي البعدي، يعني systematic review and meta analysis، هو شكل جديد من البحث السريري. طبعا كان غير شائع في الأدب الطبي حتى بداية الثمانينات، لا وأنه صار في عنا دراسات كتير كبيرة، ما في داعي نرجع نعمل دراسات جديدة، إنما نقوم بمراجعة موضوع معين، مراجعة شاملة ودقيقة للدراسات السابقة اللي انتشرت عن هذا الموضوع، مراجعة بسموها مراجعة منهجية، وبنروح ندمج بيانات هاي الدراسات إحصائيا ونحصل على نتيجة واحدة من خلال التحليل البعدي الميتا أناليزيز أو بسموه التحليل التلوي. طبعا المبدأ اللي بيقوم على هذا النوع من الأبحاث هو عبارة عن ربط نتائج عدة تجارب سريرية عن موضوع معين، الهدف إنه نحصل على نتيجة نهائية من مجموعات أحيانا مختلفة، يعني ما كل الدراسات تشبه بعضها، ممكن دراسات تقول إنه هذا الدواء مفيد، دراسات تانية بتقول هذا الدواء غير مفيد، أحيانا بتكون متناقضة النتائج، فأنا بدي ما أضيع، بدي أحصل على نتيجة واحدة من مجموعة هاي الدراسات، أحيانا هذا الأمر بيكون كتير صعب. إذا أول شيء نحدد سؤالنا البحثي، كان في عنا سؤال عن موضوع معين، فأنا بشوف إيش في دراسات منشورة بالأدب الطبي عن هذا السؤال. ونقرأ الأدب الطبي، نقرأ هذه الدراسات قراءة ناقدة، ونستبعد الدراسات اللي ما بتشكل جواب عن سؤالنا البحثي أو فيها عيوب منهجية كبيرة، ونروح نجمع البيانات من هذه الدراسات ونعطيها تفسير جديد للنتائج، بعدين ندمجها مع بعضها ونحصل على تحليل إحصائي جديد اللي بيقودنا لخلاصة جديدة. طبعا من المواضيع المهمة مثلا اتخاذ قرار معين عن مقاربة سريرية الأمثل لمشكلة معينة استنادا على عدة دراسات تناول نفس موضوع البحث، يساعدنا بفحص الدراسات المختلفة في فهم التفاوت بين النتائج وتحديد اتجاهات جديدة للبحث. طيب إذا مزاياها قدرتها هي الأكثر والأقوى على إثبات العلاقة السببية، أقل استهلاكاً للوقت والجهد والمال. إذن بدل ما نقوم بدراسة جديدة نحن بس نجمع هاي الدراسات ونأخذ منها خلاصة، نتائجها أكثر موثوقية أكثر من دراسة واحدة، أنت بتأخذ مجموعة من الدراسات فبالتالي النتائج تكون موثوقة أكبر، ومنستطيع نعمم نتائجها على الجمهرة، ممكن نأخذ فيها توصية عيدة، لذلك تعتبر من أقوى الدراسات، لكن تحتاج إلى خبرة كثيرة، تستهلك الكثير من الوقت، انه كتير صعب انه نطلع بنتيجه نقرا كل الدراسات حتى نحسن نطلع بنتيجه منهم. الدراسات الموجوده احيانا بتكون مختلفه كتير عن بعضها، وبالتالي احيانا من الصعب انه نحصل على نتيجه واحده، واحيانا بتكون الدراسات اللي معموله عن هذا الموضوع سيئه المحتوى، وبالتالي بنحصل على نتائج سيئه. طبعا بما انه بدنا نقوم بدراسه كتير، يعني قراءه كتير دراسات، فما كل الدراسات الموجودة المنشورة على الإنترنت هي دراسات مجانية، لذلك تتطلب الاشتراك بجميع الدوريات العلمية، هذا بعتبر الموضوع مكلف. هذا المخطط المراجعة المنهجية اللي بنشوفه بدراسات السيستيماتيك ريفيو هو عبارة مثلا بهي الدراسة، مثلا هذا الشكل اللي شايفينه عبارة عن 6 دراسات، تمام؟ كل واحدة من هدول الخطوط الأفقية تمثل دراسة معينة، وهذا المعين اللي في النص بيرمز لنتيجة الدراسة. طبعا الخط المنقط هو بيمثل القيمة الحيادية اللي ما فيها فائدة ولا ضرر من الشو من نتيجة الدراسة، يعني مثلا تطبيق الدواء وعدم تطبيقه. كل شيء على يسار هذا الخط هو الدراسات الضارة، يعني اللي أثبتت ضرر مثلا هذا الدواء، وكل شيء على يمين الخط
هو الدراسات النافعة، واللي بيجي على الخط هون فبيكون هاي الدراسة حيادية. راح نأخذ مثال. المثال الأول هو الدراسة واحد وثلاثة وستة، ما زال هن جايين على يسار الخط، معناتها هذا يؤدي إنه الدواء اللي نحن عم ندرسه معناتها أثبت ضرره. كل شيء على يمين الخط مثل الدراسة اثنين وخمسة أثبتوا إنه الدواء اللي عم ندرسه هو دواء نافع. وكل شيء على الخط مثل الدراسة رقم أربعة مثل ما شايفين هون هي على الخط، معناتها هاي الدراسة لا أثبتت لا نفع الدواء ولا ضرره. الدليل التلوي لهالست دراسات بعد ما خلصنا هو هذا المعين اللي بنلاقيه بالأسفل، معين كبير بيكون تمام بهاي الدراسة واقع على الخط المتوسط. إذا نتائج هاي الدراسات الستة اللي مثل ما لكم شايفينها مختلفة حيرة متناقضة، ثلاثة أثبتوا ضرر واثنين أثبتوا نفع وواحدة أثبتت إنه ما بفيد ولا بيضر. قال النتيجة النهائية بيقول لك إنه هذا الدواء ترى لا بيضر ولا بينفع. مثلا هذا مثال ممكن يكون معين، هذا على اليمين بيقول لك نتيجة هذه الدراسات اللي درسناها كلها هي دراسة نافعة. أي دراسة systematic review عن سؤال بحثي كتير مهم شغل الأطباء لفترة طويلة من الزمن، هل نوقف الأسبرين أو نستمر فيه قبل إجراء جراحة المجازات. جراحة المجازات هي جراحة تغيير الشرايين. كان في سؤال مهم كتير إنه واحد جاء جلطة وبدنا نعمل له تغيير الشرايين، فإذا وقفنا أسبرين عم ترجع جلطة من أول جديد، وإذا ما وقفنا الأسبرين كمان عم يزداد النزف بعد العمل الجراحي. فكان الأمر محير جدا، يعني مثل ما بيقولوا الخيارين أحلاهما مر. فالدراسة عملت خلال درس إيش في دراسات أو بحث إيش في دراسات عن هذا الموضوع، كان عدد الدراسات 14 دراسة على 4499 مريض. فكان دراسات يعني ينحكى مثلا 50 مريض على 100 مريض على 200 مريض على 1000 مريض إلى آخره. فهون اجت هاي الدراسة دراسة شاملة جدا جدا، وقالت بالأخير إنه لا يا أخي، النتيجة النهائية طبعا قالوا لا إنه لا لا لازم نوقف الأسبرين لأنه خطر إنه ينزف المريض بعد عمل جراحي من عملية قلبية أكثر من خطر إنه يحدث الانتشار. إذا سؤال ثاني بحثي إنه هل ما هي نسبة حدوث يعني الصرع على مخطط الدماغ ما بعد حدوث الستروك؟ طبعا ميتا أناليزز سيستيماتيك ريفيو هون راجعوا فيها ايش في منشور على النت عن هذا الموضوع، وطلعوا بنتيجة معينة عن نسبة انتشار يعني التغيرات التخطيطية للصرع عند مرضى الستروك. دراسة كمان سؤال مهم جدا من حوالي 10 أو 15 سنة، كان مضاد استطباب نعطي حاصر بتا لمرضى قصور قلب، كان ما بصير نعطيه يعني جريمة إذا بتعطيه. لحديث ما نزلت هاي الدراسة كان ينزل دراسات كل فترة يقولوا إنه لا والله مفيدة حاصرات بتا بقصور قلب، ترجع تجي دراسات تانية تقول لا ما هي مفيدة. فأجل واحد قال بدنا نعمل شيء اسمه ميتا أناليزز لكل شيء دراسات منشورة عن هذا الموضوع. فكانوا 30 دراسة منشورة تم قراءتهم وتحليلهم ودراستهم بشكل منطقي على يعني مجموع المرضى هن 24,000 مريض. فالنتيجة النهائية طلعت فعلا حاصر بتا مفيد بالوقاية من الحوادث القلبية عن مرضى قصور القلب، وأثبت أنه انقاصه للوفيات. فلذلك الآن حاصر بتا من الأدوية الأولى اللي بتعالج قصور القلب. أيضا يعني هون كان سؤال مهم جدا، هل نعطي مرضى السكر أنسولين أم خافض للسكر؟ كمان كان سؤال طبعا بالنمط الثاني، النمط الأول إجباري أنسولين، أما النمط الثاني فبنحتار هل نعطي أنسولين أم هل نعطي خافض سكر. فهي الدراسة أجريت على عدد كبير من المرضى عبارة عن كل الدراسات المنشورة على الإنترنت بهذا الموضوع، والنتيجة النهائية كانت أنه لا استخدام خافضات السكر أفضل عن مرضى النمط الثاني. أيضا دراسة ميتا أناليزز عن فائدة إضافة السلبترول
استرويد انشاقي عند مرضى الربو، هي دراسة على يعني عفوا على يعني أخذوا من راجعوا كل الدراسات المنشورة على الإنترنت عن هذا الموضوع، وطلعوا بنتيجة أيضا إنه طبعا هو 66 دراسة على 20,000 مريض، طلعوا بنتيجة إنه إضافة السالمترول أفضل من أعطاء استرويد الإنشاقي لحاله. أيضا هاي سيستماتيك ريفيو على المعالجة، خطر المعالجة الثنائية بالصفيحات على النزف الهضمي، كان كثير ينعطى الدوائين مع بعضهم هن الأسبرين والكلوبيدوغريل لفترات طويلة، فيعني كان في حكي كثير انه بيزيدوا النزف. هاي الدراسة كانت عن تأثيرهم هدول الدوائين على زيادة النزف، فالسؤال كان من خلال يعني كمان مراجعة الارتيكلز أو المقالات المنشورة على الإنترنت لفترات طويلة. طريقة عملية لكي نعرف يعني نميز الدراسات عن بعضها، نطرح أول سؤال: هل تم إجراء تداخل بشكل عشوائي؟ في حال فعلا الباحث أجرى تداخل يعني أعطى دواء أعطى لقاح، فالدراسة randomized control trials يعني دراسة تجريبية. أما إذا ما جرب الباحث دواء فالدراسة رقابية. نسأل حالنا إمتى كانت نتيجة الدراسة؟ إذا كانت الدراسة بعد التعرض فهي دراسة حشدية يعني في المستقبل النتيجة. أما إذا كانت النتيجة والتعرض بنفس الوقت فالدراسة مقطعية مستعرضة. أما إذا كانت نتيجة الدراسة قبل التعرض فالدراسة اسمها حالة شاهد. طبعاً هذا الجدول كثير مهم لنقارن بين مزايا وعيوب الدراسات البحثية. إذا نحكي عن الانحياز في الانتقاء فهو مرتفع جداً في المقطعية المستعرضة والحالة شاهد، ممكن المرضى هذول الشاهد يتطوعوا بشكل أكثر. انحياز في التذكر مرتفع جداً بالحالة شاهد والمقطعية المستعرضة، لأنه هون في عنا بدنا يرجع المريض يتذكر إيش في تعرض في الماضي. أما الحالية والتجريبية ما في عنا انحياز في التذكر. فقدان المتابعة أكثر شيء بصير معنا فقدان متابعة بالحاجدية، لأنه المستقبل يعني أحياناً بعض الدراسات تطول فيها كثير، والتجريبية طبعاً المقطعية المستعرضة ما في أصلاً متابعة أبداً، لذلك يعني ما بتنطبق عليهم. الزمن اللازم بالمقطعية المستعرضة ما في زمن أصلاً، نحن بنفس الزمن عم نعمل الدراسة. الحاجدية مرتفعة كثير يعني التجريبية متوسطة هي والحالة شاهد. التكلفة أكثر شيء بيكلفنا هو الدراسة الحاجدية لأنه منطول كثير مع الزمن ونجرب دواء بالتجريبية. إثبات السببية أكثر شيء بيثبت لنا السببية هو الدراسات التجريبية. طبعاً المقطعية المستعرضة ما بتثبت لنا السببية. بالحالة شاهد الإثبات السببية ضعيف وأفضل بالحالة الحاجدية. المشاكل الأخلاقية أكثر شيء مرتفعة بالتجريبية لأنه هون عم نجرب دواء، أما في باقي الدراسات فيعني ما في أي مشاكل أخلاقية. مقارنة أيضاً جدول لمقارنة بين تطبيقات الدراسات البحثية. إذا بدنا نحدد معدل الشيوع فأفضل دراسة هو المقطعية المستعرضة. نستقصي مرض نادر فأفضل شيء الحالة شاهد. نستقصي سبب نادر السببية بالحجدية أكثر شيء. معدل الوقوع بالحجدية. فعالية علاج أو تداخل أكثر شيء في التجريبية لأنه هون بنكون عم ندرس دواء ومنجربه. إذن الخلاصة بتم ترتيب الدراسات من الأقوى إلى الأضعف، وبالتالي من الأقل انحيازاً للأكثر انحيازاً. طبعاً أقل نوع من الدراسات قوة هو الدراسات تجرى في أنابيب الاختبار. الدراسات بعدها بتجي الدراسات اللي بتنجرى على الحيوانات مثل مثلاً فئران التجارب. آراء الخبراء كمان هاي الدراسات يعني أقل أنواع
أضعف أنواع الدراسات أو الآراء. الأقوى منها هي الدراسات مقطعية مستعرضة، الأقوى الحالة شاهد، الأقوى هي الدراسة الحشدية، الأقوى الدراسات التجريبية العشوائية، والأقوى شيء أقوى أنواع الدراسات هي المراجعة المنهجية والتحليل التلوي. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لاستماعكم.